السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله لقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. طلبنا وليس أمرا كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبارتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. فيديو اليوم اللي غنطرق ليه بخصوص النتائج الأولى للتشريح الطبي على جثة الشابة لبنى واللي مشات ضحية هذاك الشاب اللي صفها لها ببرودة الدم بمنطقة الهراويين. إخواني أخواتي في آخر التفاصيل والأحداث بخصوص الشابة لبنى ذات 23 سنة واللي كما ذكرت مشات ضحية هذاك الشاب واللي صفها لها ببرودة الدم والتقارير التشريح الطبي على جثة لبنى واللي تبين تعرضها لهتك العرض من طرف هذا الوحش الأدمي واللي غصبها في شبابها بعد ما اعترف تلقائيا لدى الشرطة بمنطقة الهراويين وبعد مرور 15 يوم مشى سلم راسه واعترف بكل تفاصيل هذه الجريمة وأن هذا السفاح كانت له نية الزواج بهذه الشابة بعد ما كانت كتعترض على هذا المشروع. يعني ما كانش يعني كانت مقتنعة أنها تزوج بهذا الشاب اللي كون هذا السيدة راه بصراحة بنت ناس وعندها يعني مسك عليها الله والأب ديالها كان كاتب لها كل شيء بسميتها. فحتى هذه العائلة كما ذكرت إخواني أخواتي المكلومة لم يكونوا على علم بهذه العلاقة مع هذا الشاب لكونها كانت عندها طموحات أكثر ورفضت عروض كثيرة ديال الزواج كما جاء لسان العائلة. فمسكينة لبنى الله يرحمها كانت زوينة وغزالة وبنت عائلة ميسورة فالله ياخذ الحق فهاد مول الفعلة ويتم تطبيق أقصى العقوبة في حقه فورا لأن هادشي صراحة إخواني أخواتي زاد على حده. هادشي صراحة زاد على حده. دائما كنشوفوا هاد الجرائم يكفي ناخذوا العبرة من هذه الجريمة الأخيرة لديك الفرملية اللي مشات تهية ضحية هذاك السيد اللي دخل عليها المستشفى ابنه 20 غشت أن يوصف لها كذلك ببرودة الدم. فالبنت تكون كيف ما كانت إخواني أخواتي ما عندوش الحق يصفها لها بلا ما ندقوا في الحوايج الآخرين اللي ما كتهمناش نهائيا وكيف حاسبين هذه العائلة بنتهم بنت الأصل ومربية. فاحنا كذلك ما غاديش نعرفوا كل شيء على هاد البنات صراحة ما قدرش نعرفوا هاد شيء على البنات كما جاء على لسان العائلة اللي أكدوا أن السيدة يعني ظريفة ودخل سوق راسها وأطيب من خلق أطيب خلق الله. ربما أنهم ما عرفوش شي حاجة كانت خفية ربما أنها هي خايفة تعود لهم كل شيء ربما أنها يعني شي حاجة ماشي هي هذيك اللي غتأثر على العائلة وتأثر على الحياة ديالها هنا فين كانت خرجت يعني مع ذيك العشرة ديال الليل يعني وقالت لهم أنني غنمشي غير هنا وغرجع يعني ربما أن أكدت لهم أنها غتمشي تسخر وترجع وبالتالي اختفت على الأنظار 15 يوم إخواني أخواتي. والعائلة المكلومة يعني مشاو ديكلاراو كما شنا في الفيديو مشاو ديكلاراو الأمن وما بغاوش يعطيهم راس الخيط وقالوا لهم باش تعرفوا إخواني أخواتي الأمن مني كتمشي ديكلاري لي على شي 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 جريمة أو شي اختفاء كيقول لك راه ربما أن هاد السيدة أو هاد الشابة راه مشات ما بغاش تعيش معاكم وما ارتاحاش معاك فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فعلا منطقة الهراويين نقطة سوداء فكل هذه الجرائم فيها من العصابات ديال السرقة والبزنازة فواجب على هذا الدرك الملكي لهذه المنطقة بأن يبذل المجهودات أكثر من أجل سلامة المواطنين. هادشي اللي كنتمناو للأسف حتى رجال الأمن ولاو كيخافوا على النفوس ديالهم والسلامة ديالهم من هؤلاء العصابات لأنهم أصبحوا وحوش بشرية صراحة فهم ولاو خايفين. هاد الناس اللي كنشوفوا هازين سيوف هازين يعني الأسلحة البيضاء فلا بد من الردع لا بد من تغيير وضع قوانين صارمة في حق هاد الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. فكنتمنى كذلك من العدالة المغربية تطبق أقصى العقوبات لكي يرتاح المجتمع من هؤلاء المجرمين ويكونوا عبرة لمن سولت لهم أنفسهم بارتكاب هذه الجرائم البشعة اللي كنشوفوها يعني كل أسبوع
ولا هادشي روتين صراحه، ولا هادشي روتين عندنا في بلادنا اخوان اخواتي. من بعد ما كان المغرب اخواني يعني كي كنموذج في الامن هذه سنوات الثمانينات والتسعينات، فاليوم كنشوفوا هادشي زاد على حد الطب. بغينا هادشي ما يبقاش يتزاد، بغينا هادشي يتحد، بغينا السلامة الابناء ديالنا، سلامة المواطنين. فالحل هو الانسان ياخذ الحذر، ياخذ الحذر ديالو، لان الوقت خيابت. وحتى المرضى النفسانيه كثروا في البلاد ديالنا صراحه، ولينا كنشوفوا هذا مرض نفساني اللي كثر في البلاد ديالنا. وحتى البنات ما يبقاوش يديروا الثقه عمياء في اي رجل، ديك الثقه العمياء في اي رجل، وعلاقته وهميه من اجل الزواج، حيت ولا كل شيء كيكذب. راه صراحه هذا الشيء هذا واقع، ولينا كنشوفوا كل شيء ولا كيكذب من اجل تلبيه الرغبات ديالهم. ما يبقاوش يعني يديروا ديك الثقه في هاد الناس. هاد الناس راه مغطين غير بواحد الغطاء على اساس انه راجل خدام، انه غيخدم عليها، وانه غيبنيو هاد الاسره، ولكن داكشي راه ما كاين منه حتى شي حاجه. ف يعني الهدف ديالهم هو تلبيه ديك النزوات ديالهم والرغبات ديالهم. فما بقاوش رجال الاحرار اللي كيخافوا الله سبحانه وتعالى، ويخافوا على المراه كيف ما كيخاف على الام ديالو والاخت ديالو والعمه والخاله. ماشي يستغل البنت ويغتصبها، والاخطر من هذا يرميها في البير. كما سمعنا اخواني اخواتي التقارير، وحتى الخرجات ديال العائله الام ديال المكلومه الله يصبرها اللي مازال مصدومه. فهاد الوحش اللي هؤلاء كنعتبروا هاد الوحش الادمي اللي شرت البنت وجهها، يعني خسرها في وجهها واغتصبها ولاها في البير، هذا اش خاصو؟ هو دابا 15 يوم كان مخفي عن الانظار، وحتى البوليس ما قدروش انهم يكتشفوا مول يعني يعرفوا يعني هذا المجرم حتى بانت الجثه. فالروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، فهو مشى ملي شاف ان الجثه تكتشفت راه مشى ديكلارا وقال لهم اش كاين. وهنا فين كنطالبوا الحكومه انها توضع شي قوانين صارمه في حق هؤلاء. فصراحة بنادم ما بقاش يقضي هضر لحقاش، ما كاينش الردع والاحكام القاسيه، ما بقاش ديك الاحكام القاسيه، ولحقاش كون كان طبق الاحكام كره بحال هاد المجرمين غير يفكر يعمل شي فعله، يفكر اكثر واكثر، لانه غيكون عارف المصير ديالو. لكن للاسف اخواني اخواتي كيدخلوا من الحبس كلاب وكيخرجوا حلالف، سمحوا لي على هاد الكلمات، بمعنى السيد داكشي علاش كيولي شبح من مورا السجن. كون كانت الدولة مسؤولة، كون كاع اللي دخل هذا الحبس يخرج مربي ومستافد من الحياة داخل المؤسسة السجنية، وهنا فين غيتربى، وهنا فين إعادة التربية ديال هاد المساجين. إخواني أخواتي هذا ما لدي من أخبار. فما تنساوناش اللايكات ديالكم والبارطاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.